يا عديم الشخصية يا بنادم راك نسيتي البسمالة الإلهية اللهفة خلات ليك بصيرة معنية وكتصارع مع الايام باش تعيش في الرفاهية وكلامك كول بسك ناسيهم في حالة ميزيرية وراه ملي ملبس ليهم الحقرة راهم يعطيوك التحية وراك ملعون مشى زمان العبودية وكتعب حل المشاكل الغارقة والسطحية وكتدفن مولاها في غيابة جهدية ما كيهمك القيل والقال ولا كتهمك شخصية متطفل على النخوة وحالتك منسية في المجمع سياحك يتسمع بالجاهلية وما على بالك راك محروم من التوعية كتداخل في الشادة والفادة وكتداخل بالعلانية وكتجبد المسؤولين وكل واحد بالسمية ورا سلسك مهدوم ورا عقلك ضحية عيبك قلت المعرفة وكترت الأمية كتبان والسيارة الصورة سردية وكتنزل منها وكنلقى والرقبة برقية وديما راك مسبق الجبهة ولكن المشية بلدية متطفل على النخوة وحالتك منسية نسيتي ايامك فين ترعرعتي وفين ترعرعتي بالعشوائية راه الشريف كيحرز عليه مول الصوار المبنية هادشي اللي فاق معطل وطامع في الدنيا وراك تجري وتجاري ومتلف الهاوية راه غلب عليك اللقاب ومشات ليك السمية استغليتي المعرفة وتعدمات منك الإنسانية راه ما يدوم غير الصح والعقول القوية دازوا منك شحال وهملوا التربية ومشى الجبروت وتخلصوا في الدنيا وتخلصوا في الدنيا عايش في الخيال وكتحلم بالكبرانية أفاق وفاق راك تلفت الطريق الربانية البس قدك يواتيك ولا تغرك الأنانية راه المغطي بديال الناس وعريال من العشية راه المغطي بديال الناس وعريال من العشية ويا هذه الشخصية
ويا للخطا.